كيف يتم التبرع بالكلى من خلال البرنامج الوطني لتبادل زرع الكلى؟ لقد قررت إعطاء إحدى كليتيك لشخص تعرفه. تظهر الفحوصات أنك متبرع مناسب، ولكن لا يمكنك إعطاء كليتك مباشرة إلى الشخص المتلقي، ولذلك يمكننا الاشتراك في البرنامج الوطني لتبادل زرع الكلى. من خلال هذا البرنامج نتيح إمكانية التبرع بالكلى بالتبادل، حيث يقوم متبرع لزوجين آخرين بالتبرع بكليته إلى الشخص الذي أردت التبرع له بكليتك، والعكس يتم أيضاً، حيث تتبرع أنت بكليتك إلى الزوجين الآخرين. عند تبادل زرع الكلى تظل بيانات هوية الأشخاص دائماً سرية. هذا يعني أنك لن تقابل الشخص الذي سوف يحصل على كليتك. كيف يتم التبرع بالكلى من خلال البرنامج الوطني لتبادل زرع الكلى؟ جميع مستشفيات زرع الكلى تخطر مؤسسة زراعة الأعضاء الهولندية بالأزواج المسجلين لديها. كل 3 أشهر نبحث عن الأزواج المناسبين لتبادل زراعة الكلى فيما بينهم. يتم هذا بمساعدة برنامج حاسوبي مخصص لهذا الغرض، حيث يتم البحث عن المتبرعين والأشخاص المتلقيين ذوي الفصائل الدم المتطابقة، ويمكن أيضاً أن يتم ذلك من خلال 3 أو 4 أزواج معاً. كما يتم التحقق من أن الشخص المتلقي ليس لديه أجسام مضادة موجهة ضد كلية الشخص المتبرع. إذا تم العثور على الأزواج المناسبين، فعندئذ سوف تذهب كمتبرع إلى مستشفى مريض الكلى الذي ستعطيه كليتك. هناك سوف تتحدث مع الفريق الطبي المسؤول عن المتبرعين، وأحياناً يقومون بإجراء بعض الفحوصات الإضافية لك. وفي النهاية يحدد الفريق الطبي ما إذا كانت كليتك مناسبة لمريض الكلى أم لا. إذا كانت نتائج جميع الأزواج الملائمين جيدة، فسيتم إجراء جراحة للجميع في نفس اليوم وفي نفس الوقت. كمتبرع سوف يتم إجراء العملية الجراحية لك في مستشفى الشخص المتلقي. يستغرق الأمر حوالي من 3 إلى 6 أشهر بدءاً من العثور على الأزواج الملائمين وحتى إجراء عملية الزرع. ومن الممكن ألا يتم إجراء عملية الزرع في نهاية الأمر. على سبيل المثال، بسبب مرض أحد المشتركين في عملية تبادل زرع الكلى، أو لأن حالة مريض الكلى قد ازدادت سوءاً ولم يعد من الممكن إجراء الزرع له. من الممكن أيضاً أن يرى مستشفى الشخص المتلقي أن كليتك غير مناسبة. إذا لم تكتمل عملية تبادل زرع الكلى، فيمكننا المحاولة مرة أخرى والاشتراك مجدداً في البرنامج الوطني لتبادل زرع الكلى. خلال الفترة بين محاولات إيجاد الأزواج الملائمين، يتم وضع مريض الكلى مجدداً على قائمة الانتظار للحصول على كلية متبرع متوفي. يمكنك معاودة الاشتراك في البرنامج الوطني لتبادل زرع الكلى كل ما أردت ذلك، ولكن بعد 4 محاولات تقل فرص إيجاد زوج ملائم، وعندئذ سيتم التحقق مما إذا كانت هناك فرص أخرى متاحة. كمتبرع بالطبع لا يتعين عليك دفع أي شيء للاشتراك في البرنامج الوطني لتبادل زرع الكلى، وكذلك ستتم تغطية نفقات السفر الخاصة بك إلى مستشفى الشخص المتلقي إن وجد. هل ترغب في معرفة المزيد من المعلومات؟ يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني donatibylevin.nl